مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح. اليوم الجمعة 28 تشرين الثاني، وللي ما بيعرف تسعيرة مواقف السيارات ببيروت هي 2500 ليرة، إنما عم توصل الكلفة على المواطن اللبناني إلى حدود 10,000 ليرة. تقرير من البقاع مع أكبر علم لبناني، أيضا محطة مع الشحرورة بمسرحية دوليب الهوى وزميلتنا مريم الحاج، إضاءة على مؤتمر لدعم الشعب اللبناني المضيف لعدد كبير من اللاجئين. أما ضيفتنا لليوم ريتا شليلة عواد من تجمع يوسف ماري لنحكي أكثر معها عن اللقاء الديني يلي رح تشهده بازيليك سيدة حريصة. إنما البداية ومثل العادة مع أحوال الطقس واتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا الأستاذ غسان الطقش على الخط. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. كيفك أستاذ غسان وأنت كمان؟ يعطيك العافية. كنا عم نحكي أنه خلصت العاصفة بالمبدأ، بس في سعة كتير. مبدئيا منحذر اليوم من جليد عند الصبح. نعم، هلا العاصفة خلصت، بيستمر الطقس غائم جزئيا إلى غائم. نعم، بالويك أند ما الجمعة اليوم بيكون غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة منخفضة. أوكي. منحذر من خطر الجليد على المرتفعات في ساعات الصباح الأولى. السبت بيكون غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفع مع ارتفاع محدود درجات الحرارة. أوكي. الأحد غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي ومحدود درجات الحرارة. درجات الحرارة متوقعة على الساحل بتكون لليوم الجمعة بين 11 و19، فوق جبال بين 3 و13، بالأرض نعم. بين ناقص 2 و4، بالداخل بالبقاع بين 5 و13. نعم. أما السبت بتكون على الساحل الحرارة بين 12 و20، فوق جبال بين 3 و15، بالأرض بين ناقص 2 و6، بالداخل بالبقاع بين 7 و15. الرياح سطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15-35 كم بالساعة، الانكشاف متوسط، الرطوبة النسبية على الساحل بين 50-80%. نعم. أما حال البحر معتدل. أوكي، شكرا لك أستاذ غسان، يعطيك العافية. منأكد معكم باتصالاتنا اليومية. رح ننتقل إلى الأخبار السياسية وعناوين صحف مع بيارات. مرحبا. صباح الخير جوال لك ولكل المشاهدين اللي عم يتابعونا. طبعا اللقاء يلي أجري امبارح الرئيس سعد الحريري هو محور عناوين صحف اليوم، ونبلش جولتنا. مع صحيفة النهار البداية، الحريري يطلق الإشارة لحوار احتواء الاحتقان، قطع طرق اليوم على وقع التهديدات. بري يتوقع بدء الحوار بين المستقبل وحزب الله قبل نهاية السنة. سليمان يتمنى على أولاند هبة فرنسية لتسليح الجيش. أوبك لا تخفض إنتاجها وأسعار النفط إلى أدنى مستوى. دمشق ترى أن بلورة الحل السياسي يحتاج إلى بعض الوقت. اجتماع وزاري للائتلاف في بروكسل الأسبوع المقبل. افتتاحية النهار لليوم بألم مروان اسكندر حملت عنوان التعاون الاقتصادي العربي في ظل الخريف الربيع العربي. وختاما ضمن أدب فكر وفن، مهرجان السينما الأوروبية 41 فيلما في بيروت. إلى صحيفة السفير، الحريري ينعى عون رئاسيا ولا يفرط بالحكومة. حوار حزب الله والمستقبل قبل الأعياد. صراع القاعدة وداعش، امتداد إقليمي، المواجهة من اليمن إلى الكوكاز وسوريا ومصر. هزة أمنية أم فقاعة إعلامية في جمعة الهوية؟ مصر تحبس أنفاسها، المصاحف في الشارع. النظام الأردني والإخوان، هل هو الطلاق الناعم؟ وبالختام دليل المستهلك لسلامة غذائه. بصحيفة الحياة، أبرز العناوين لليوم. مع عبد الله بن زايد يعلن دعم حكومة بغداد، وزباري يطالب بتطهير المؤسسة العسكرية. ربع موازنة العراق للأمن والدفاع. حزب الإصلاح يتوعد الجماعة ويتهمها بتعذيب مخطوفين. زحف الحوثيين يقترب من تعز. أوبك تثبت مستوى الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا، هبوط النفط دون 70 دولار. النصرة تهدد بقتل أحد العسكريين ما لم تطلق الحكومة اللبنانية جمانة. تراجع توقعات موسكو إزاء الحوار السوري. بني أرشيد يدعو من سجنه إلى الحوار، تهم جديدة بالإرهاب لإخوان الأردن. قلق بين المسلمين البريطانيين وخوف من الدولة البوليسية في قانون مكافحة الإرهاب والأمن، استنفار في لندن وتقييد حركة أنصار داعش.
أما بصحيفة المستقبل دعا إلى رئيس يدعمه الجميع وشدد على كون السنة تاريخيا أهل اعتدال الحريري لحوار جدي يربط النزاع ويحمي البلد، وتحت هذا العنوان أفضل هبة تقدمها إيران للبنان عودة حزب الله من سوريا. النظام السوري غير موجود ولولاه لما كان داعش. أما بالعناوين الأخرى، الشيشاني على رأس قوة من داعش لاقتحام كركوك ومطالب سنية بتسليح العشائر. ميليشيات إيران تقاود مصالحة العراقيين. السجل اللبناني على قائمة اليونسكو للتراث البشري. بيلي في العناية المركزة. ومتابعين مع المستقبل، الخام الأمريكي يهوي دون 68 دولارا. أوبك لا تغيير في سقف الإنتاج. لقاح واعد ضد إيبولا وعدد الوفيات 5689. وبالختام، نواب فرنسا يناقشون اليوم الاعتراف بدولة فلسطين. إلى صحيفة الأنوار، الحريري: الحوار لمصلحة لبنان ويجب أن يكون جديا ويعطي نتائج، الرئيس التوافقي هو الحل. صباح اليوم يبدأ تحرك أهالي العسكريين بإقفال الطرق. إنقاذ مهاجرين سوريين بالبحر المتوسط. رفيق خوري عنوان مقالته لليوم: رحلة الصباح في قلوب الناس. ومع اللواء: خبراء في مكافحة الإرهاب يتوقعون هزيمة داعش. وبالختام: وزير عراقي يدعو لمحاربة الفساد في الجيش. من صحيفة الأنوار إلى عناوين صحيفة اللواء: الحريري: الحوار مع حزب الله للتوافق على الرئيس ومنع الانفجار المذهبي، إشادة جملاطية، وبر يقترح موعدا خلال أسبوعين، والنصرة تنذر، وتصعيد لأهالي العسكريين. وزير الدولة الإماراتي: حكمة الملك عبد الله أنقذت قمة الرياض. مقتل عشرات من المعارضة بكمين للنظام وحزب الله بالغوطة الشرقية. ودمشق ترى بداية لحل سياسي يحتاج بعض الوقت ليتبلور. إسرائيل: إحباط هجمات في القدس، غزة المنكوبة تغرق بمياه الفيضانات. وبالختام: نانسي تنحسر مخلفا قطاعا في التيار، وحوادث وأضرار زراعية. بصحيفة البلد لليوم العنوان العريض: الحريري: الحوار مع حزب الله لن يغطي قتاله في سوريا. عواصف غير طبيعية، عنوان الصورة اللي عم نشوفها بصحيفة البلد. التنديد ينسحب على قانون الانتخاب، والباقي تفاصيل. الجيش السوري يكمن للمسلحين في ريف دمشق. وبالختام: أخوات يسوع في الهرمل، 60 سنة من العيش المشترك. بترجمة لعناوين صحيفة The Daily Star لليوم: الحريري: الحل الوحيد هو الرئيس التوافقي. القوات العراقية تقضي على عملية جهادية في الرمادي. وختاما: مظاهرات فيرغسون مستمرة. من The Daily Star إلى ترجمة لعناوين صحيفة لوريان لجور: فكرة مجنونة، لبناني يترأس الفرانكوفونية. ما الذي سرع بسقوط تشاك هيجل؟ وبالختام: كيفية التصرف من بعد تهديد النصرة. بصحيفة الشرق لليوم جملة عناوين وأبرزها: النصرة تمهل 24 ساعة وإلا ستعدم أحد العسكريين، وأهليهم يعزلون بيروت اليوم. الحريري: حوار أول حكومة، وحوار ثان رئيس توافقي. التفاؤل الرئاسي ينحسر، والراعي غير متفائل. لجنة تنسيق وزارية لسلامة الغذاء. داعش يتراجع على جبهات العراق. ومتابعين مع الشرق: فوزان ثانيان للرياضي والحكمي. وبالختام: سلام يرفض مقارنة صفقة الحزب بمفاوضات الدولة. من الشرق إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط: وزير الخارجية المصري في حوار مع الشرق الأوسط. القاهرة تؤيد وقف إطلاق النار في أي جزء من سوريا. سامح شكري: نطلب من قطر سياسة داعمة لمصر والابتعاد عما يزعزع الاستقرار. أمريكا تحذر مواطنيها من ركوب الطائرات العابرة فوق سوريا. السعودية والكويت والإمارات ترضى بالقرار، وإيران تقبله على مضض. أوبك تترك للسوق مهمة تصحيح الفائض. وختاما بالشرق الأوسط: أوباما يريد الاجتماع مع مطوري تشاد 3 الثلاثاء، وترقب نتائج مصل ثانل في كندا الشهر المقبل. لقاح واعد ضد إيبولا قد يصل إلى الدول الموبوءة في 2015. جولتنا نتابع معكم. وبصحيفة الأخبار لليوم: حوار بلا ألغام.
واشنطن لغة جديدة حيال إيران. ضمن قضية أيوبي ليكس، التشهير حق عندما يكون واجبا. وجولتنا بنختمها مثل العادة مع صحيفة الجمهورية يلي عنونت لليوم الحريري ذاهب لحوار جدي ومنتج. انسداد الأفق قد يحرق أصابع اللاعبين بالنار. النقاط الساخنة بين حزب الله وداعش. وزراء التحالف يناقشون خطتهم ضد داعش. وبالختام، العهد يواجه النبيشيت في افتتاح المرحلة التاسعة. وختاما بيصدر اليوم مع صحيفة الجمهورية ملحق إضاءات. هيك بتكون خلصت جولتنا على صحف اليوم. رح نتوقف هلا مع فاصل إعلاني، ومن بعده طبعا أخبار الصباح نتابع معكم. ضلكم معنا.